السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا جدا، وبشكركم جدا جدا على كل كلامكم الطيب. ربنا يا رب يستركم ويسعدكم ويجعل ايامكم كلها اعياد وافراح وسعادة، امين يا رب العالمين. النهاردة بقى عايزاكم تدعولي وتباركولي. هتدعولي على ايه وهتباركولي على ايه؟ هقول لكم كل حاجة، وبس طبعا هقول لكم على الحاجة اللي انتوا تستفيدوا منها وتفيدكم الترويق النهاردة او الشغل بتاعنا النهاردة. النهاردة ادي فوط بتاعت الايدين انا بطبقها، والمطبخ رايق، بس في حاجات بسيطة كده هروقها على الماشي كده، وهكنس الارضية وهطلع بقى هاخد مية وصابون والجردل وبتاع، همسك الشيشان بتاعت الشباك والبلكونة، همسكهم كده اغسلهم غسلة حلوة، والازاز بالسلك وكل الكلام ده، وامسك الجنينة برضو اغسلها غسلة حلوة. فقوموا كده تشجعوا معايا وقوموا تشطروا معايا، اللي عنده شغلانة بدري كده يقوم يعملها، وان شاء الله يا رب يجعل صباحكو كله خير وبركة وسعادة، امين يا رب العالمين. حبايب قلبي حطوا لايك للفيديو وشاركوا في القناة لو ما كنتوش مشاركين، ولو من في ناس جديدة دخلت القناة يا ريت يشتركوا في القناة ويشاهدوا الفيديو. ويا جماعة يعني انا الايام المفترجة دي ايه المشكلة لو الواحد عمل لايك؟ انا احيانا طبعا تعرفين ان قناتي بسيطة ومتواضعة، يعني بالميت كده بالميت، يعني الحمد لله على كل حال. مثلا بيبقى 2000 مشاهدة مثلا يعني مشاهدة متوسطة، يعني ليه مثلا ما بلاقيش عمري في مرة ما بلاقي 500 لايك، عمري في مرة ما بلاقي 400 لايك، مش 1000، عمري في مرة ما بلاقي 1000 لايك. طب ليه؟ هو والله العظيم اللايك ده مش هيكلف اي حد حاجة، لكن هيساعدني، يعني انتوا ساعدوني، انا مش عايز حد يساعدني يديني حاجة لوجه الله، ساعدوني في ان مساعدتكم ليا يا جماعة ان القناة تكبر، وربنا سبحانه وتعالى يريحني من الشغل ويتوب عليا من الشغل والتعب، والقناة يجيني منها رزق. يعني هي الموضوع صعب، مش صعب ابدا، يعني لو كل واحد مني بيشاهدوا الفيديو شاهد الفيديو 5 دقايق وشاهد الاعلانات وعمل لي لايك للفيديو وشيره طول ده، هو وهو قاعد بايديه، يعني مش هيخسر اي حاجه. وكمان اللايكات والمشاهده الفيديو هتخلي اليوتيوب يقترح قناتي، فلما اليوتيوب يقترح قناتي ربنا سبحانه وتعالى يكرمني فيها والقناه يا جماعه تكبر وتجيب لي رزق. فيعني انا شايفه ان الموضوع، يعني انا شايفه الموضوع، انا والله العظيم احيانا كان قنوات كتير بخشها ما بعرفهاش، بشاهد شويه منها جزء منها وبعمل لايك للفيديو قبل ما اتخطاه، سواء كان فيديو صغير او فيديو طويل. فيعني الموضوع بسيط جدا، يعني انت صعب ان الانسان يكسب ثواب وهو قاعد، صعب ان الانسان يكسب ثواب باقل التكلفه ومن غير اي حاجه، حاسه ان الموضوع سهل وبسيط يعني. فساعدونا يا حبايب قلبي كده، ربنا يا رب يكرمكم. واقول ايه بس؟ اقول انا بقعد اقول الكلام ده، بنتي بتقولي انت بتشحتي يا ماما، مش بشحت والله، بس احيانا بلاقي قنوات بسم الله ما شاء الله يعني جايبه ملايين المشاهده، وبتقعد تقول لك اضغطي واشتركي وشاهدي واعملي، فمش عارفه ليه يا رب يجعلنا كلنا سند لبعض، يعني مش هتخسوا حاجه ولا هتخسروا حاجه، بل بالعكس في الايام المفترجه دي الثواب اللي الانسان بيعمله في الايام العاديه، السبب اللي بيعمله في الانسان في الايام المفترجه دي اكيد ربنا سبحانه وتعالى بيضعفه. فاتمنى منكم ان انتوا تساعدوني وتقفوا جنبي، تمام؟ زي ما قلت لكم كده الفيديو بتاعنا كله شغل كده ونشاط وميه، وكمان في النهارده مفاجاه، او هي المفاجاه ايه هي المفاجاه؟ المفاجاه ان انا النهارده او ابتديت تقريبا من امبارح بفضل ربنا سبحانه وتعالى، قولوا لي بس ربنا يكمل لي على خير و يقدرني، لان الموضوع محتاج عزيمة. ايه هو يا جماعة الموضوع؟ الموضوع واكيد كل ست ان شاء الله باذن الله بتشاهد الفيديو اكيد هتستفيد منه وتاخد بالها لو هي مش واخده بالها من الموضوع ده. الموضوع يا جماعة باختصار ان انا زدت 5 كيلو، او احتمال يكون 6 كيلو، هو مش حاجة كبيرة، يعني لو حد سمع 5 كيلو 6 كيلو يقولك لا ده كلام فاضي. هو كلام فاضي، لكن بالنسبة لي أنا في سني وفي الشغل اللي أنا بشتغله صعب بالنسبة لي، صعب بالنسبة لي، لأن أنا كل حاجة أنا ساكنة في السادس، وعندي في الشغل هنا بطلع كذا مرة السلم،
ويعني كل وفي سلم المترو سلالم كتير جدا بنقابلها في حياتنا وفي مواصلاتنا وفي طريقنا. الموضوع بيبقى صعب جدا، والواحد كل ده بيحمل على الظهر وعلى الرقبة وعلى الرجلين وعلى كل حاجة. فبحس ان انا مش يعني بشتغل الحمد لله بفضل رب العالمين، الحمد لله الحمد الشكر لله والحمد لله، ولكن عايزة اخس يعني، لازم دولت يخسوا. فاحيانا كتير فحاولوا بقى تتشجعوا معايا وتشجعوني، ولو اي واحدة توزن نفسها وتشوف نفسها زايدة 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو زي نصرة كده، مش لازم انها تروح لدكتور لو هي الحمد لله بصحة وخير، مش لازم. ولكن انا مشكلتي ان انا مش باكل كتير، بس مشكلتي ان انا اسهل حاجة بالنسبة لي بجيب مخبوزات من الفرن واروح عاملة شاي بلبن واكل. يعني يمكن كمان كتير بقعد افتكر اذا وانا اتغديت، يمكن اوقات كتير بنسى ان انا اتغدى، لكن ما بنساش الشاي بلبن، وان كان اي مخبوزات من الفرن بجيبها، بفضل اشرب مره واثنين وثلاثه شاي بلبن واكل مخبوزات بسكوت او كحكه او اي حاجه من مخبوزات الفرن، وده اللي بيعمل لي مشاكل وبيتخني، والتخن يعني بيبقى في مناطق مش حلوه خالص. وبحس ان انا كل شغل بشتغله ما بأثرش في شغلي، بس بحمل على نفسي وعلى صحتي. فبتمنى من كل واحدة شايفاني دلوقتي تشجعني على اني اعمل ان انا يعني استمر في ان انا انزل، وكمان هي تشوفني كده فكمان تتشجع وتحاول ان هي لو 3 كيلو او 4 كيلو او 5 كيلو تحاول تنزلهم. فربنا رب سبحانه وتعالى يجعلنا سند لبعض، ويجعلنا كلنا بنساعد بعض، ويجعلنا كلنا بنقف جنب بعض، وكل حاجة بنستفيد منها وكل معلومة بنشوفها أو بنقابلها في حياتنا نفيد بيها غيرنا. فأتمنى منكم أن أنتوا تعملوا زي كده. طيب أنا ما بعملش رجيم معين ولا أي حاجة، طبعا أنا الأيام دي أيام صيام وأيام خير وأيام كريمة، طبعا هو مش فريضة لكن فضلها كبير إن شاء الله. يعني طبعا أنا عرفت أنها مش فريضة، انا مش عارفه برضو قولوا لي في التعليقات هو وقفه عرفات اعتقد ان هي فريضه، يعني انا مش عارفه برضو يا جماعه، طبعا انتوا عارفين انا ثقافتي على قدها، ولكن هي فضلها كبير عند رب العالمين. فضل يعني الصيام في الايام دي فضله كبير ان شاء الله عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال يا رب العالمين. فشجعوني كده ودعولي ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتني، لان العزيمة مش بالسهل. ان انت تفكري ان انت تخسي العزيمة مش بالسهل، ان انت تحرمي نفسك من شهوة الاكل، او مش تحرمي نفسك تقللي شوية في الحاجات اللي انت بتحبيها او اللي انت متعودة عليه، فده الموضوع مش سهل. يعني العزيمة الواحد بيقعد يتحايل عليها شهر واتنين عشان تجيله، لما بيحس ان هو فعلا تعب من الشغل وحاسس انه بيعمل مجهود، طالع سلم، طالع مش عارفة ايه، شايل غسيل، بينشر، بيغسل، بيمسح، بيبقى صعب جدا. واعتقد طبعا ان التخن ده مش احلى حاجة في الحياة. ربنا يا رب يمتعكم بالصحة والسعادة، امين امين يا رب العالمين. وكتير اقعد اقول لنفسي يا نصرة تخسي ليه يعني، وتعملي ليه يعني، انت يا نصرة هي لقمة بتاكليها، يا نصرة هتحرمي نفسك ومش هتحرمي نفسك يا شيخة، ده انت كبرتي وانت عجزتي وانت عملتي ايه يعني. ارجع اقول لنفسي انت عبيطة ولا هبلة؟ لا طبعا تفكيرك خطأ ومش صح خالص يا نصرة. انت لازم تشتغل على نفسك، لانك انت هو رأس مالك، هو رأس مالك، هو صحتك، صحتك القرش بتجيبيه من شقاك ومن تعبك ومن شغلك. فلازم يا نصرة تيجي على نفسك ويبقى عندك ارادة وتحاول ان انت تخسي، علشان انت لو انت تماديتي على كده تبص لنفسك بتزيدي، وده هيضرك في صحتك، وفي نفس الوقت مش هتلاقي اي حد يشغلك. الناس لما تلاقيك عاملة زي الدبة كده مش هتشغلك، الناس ليها المظاهر. الناس النهاردة احيانا كتير لما الواحد كان بيدور على شغل ويحصل على يروح لمكاتب او يتصل بيها، الرجالة اغلبية الرجالة بتوع المكاتب لما يردوا عليك يقولك سنك كم سنة، اول حاجة بتقوليها، اول حاجة بيسألوك عليها سنك كم سنة، وبعد كده ما بردوش يجرحوكي، بيقولولك طيب لما يجينا شغل هنكلمك، وده اللي بيحصل دايما. فطبعا الناس ملهاش غير الظاهر، ان انت يبقى وزنك خفيف بحس ان الناس تشغلك، وسنك برضو، السن برضو في ناس كتير تقولك لا الصغير الكبيرة دي ما ناخد منها ايه، لا احنا عايزين واحدة تقوم وتطلع وتهد الدنيا. فطبعا ده كله بيبقى اذى لينا، فالتخن بيبقى اذى لينا في صحتنا، واذى لينا حتى لو الست المتجوزة يفضل برضو جوزها. ان ما شاء الله الرجالة ما شاء الله يعني ما بيتوصوش، ممكن الراجل يبقى عنده 100 كرش
ويقعد يقول الست شايفه انت بقيتي مش عارفه عامله ازاي، روحي بصي لنفسك شوفي نفسك، يقعد بقى برضو ايه ينغزها ويجرحها بالكلام. فعايزه اقول في الاول وفي الاخر التخن مش احلى حاجه في الحياه، لا هيشجعنا ان احنا نشقى ونشتغل وناكل لقمه عيشنا، ولا نقدر نتحرك بسهوله، ولا نعيش حياه هاديه. هنلاقي دايما حد بيتريق عليك بتركبي مواصلات، السواق يقعد يقول لك اصل العظمه كبرت، اصل مش عارفه ايه، انتوا عايزين مش عارفه مين يشد مين يزق، يعني تعليقات سخيفه ومش احلى حاجه. فبتمنى منكم ان انا اكون بشجعكم ان انتوا تقوموا تشتغلوا وتتشجعوا، والحمد لله انا بشتغل اهو، رغم ان الشغل اللي انا بعمله ده من اختصاص الست اللي بتيجي كل كام يوم، ولكن انا قلت مش مشكله هشتغل برضو، ومنها يعني ايه احرك نفسي زياده عن اللزوم، بحس ان انا خس، وفي نفس الوقت اساعدها برضو لما تيجي تشتغل شغل ما يبقاش الشغل يحمل عليها كتير، خاصه ان هي كمان صايمه. فربنا يدينا ويديها ويدي الجميع الصحه. حبايب قلبي بشكركم جدا جدا على كل كلامكم الطيب، ربنا يكرمكم ويستركم، وبتمنى منكم ان انت تدعوا لي ان انا ربنا سبحانه وتعالى يكرمني السنه الجايه لو في عمر، لو في بقيه في عمري، ان ربنا يكرمني بعمره او بحجه، او يعني بتمنى والله العظيم بتمنى من رب العالمين. ادعوا لي يا جماعه، مش طالبه منكم بس غير الدعوات، ادعوا لي من قلبكم ان ربنا يحسن ختامي، وان ربنا يتوفاني وانا جنب الكعبه، بجد والله العظيم بطلبها من ربنا ليل ونهار، ربنا يا رب يتقبلها مني في الايام المفترجه. بطلب منكم الدعوات الصالحات، ربنا يكرمكم ويستركم ويصلح حالنا وحالكم، ويوسع علينا وعليكم، ويشفي كل مريض ويصلح حال المسلمين في كل مكان. حبايب قلبي ما تنسونيش بالدعوات في الايام المفترجه، الله يرضى عليكم ويستركم في الدنيا والاخره، ويسعدكم ويجعل ايامكم كلها خير وبركه، ويحسن ختامنا وختامكم، امين يا رب العالمين. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.